بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح ناخد حلقة مهمة كتير في برمجة سامسونج، وهي خاصة ببرنامج الـ EFT. أفضل إصدار نزل موقع المفضل اللي هو واليتك، وهو أفضل موقع لعالم البرمجيات، وسيكون هكذا نفك الضغط عن البرنامج. هكذا استخرج هنا ويتم فك الضغط مثل ما هو موجود حاليا. يتم فتح كلمة باسورد واخذ الباسورد الموجود فيها كنترول A كنترول C لكي يتم النسخ. ثم بعد ذلك نأتي الى EFT وتشغيله من خلال البرنامج. كما نلاحظ ضغطنا عليه، ننتظر حتى التحميل. نعمل انستليشن هذه النسخة 32. هيو عربيك التالي. هيطلب منا الباسورد الذي قمنا بنسخه الان، نضغط كنترول في كما لاحظنا. تم وضعه التالي. ثم ننتظر حتى تثبيت البرنامج. ملاحظين ان تم نلاحظ الان يتم التثبيت. ننتظر حتى الانتهاء، او من الممكن قبل الانتهاء نستعد للمرحلة التالية للبرنامج. ونذهب ونأخذ نفك أو نستخرج الملف الموجود هنا. هكذا استخرج هنا، ثم نذهب إلى أخذه والاستعداد لوضعه داخل البرنامج. وهذا بعد الانتهاء. هي تم الانتهاء، لا نعمل تشغيل وانما ننهي هكذا حتى لا يتم تشغيله واخذ وقت. سنذهب الى EFT كما لاحظنا. خصائص، نذهب الى فتح موقع الملف، ثم لصق الملف الذي قمنا باخذه من داخل الملف المضغوط الذي قمنا بفكه، ثم نعمل إرسال إلى سطح المكتب. ثم نفتح البرنامج. هكذا سيتم فتح البرنامج. نضغط ران. وننتظر حتى يتم الفتح. ثم نذهب الى حفظ كلمة الانترنت او تشغيل انترنت.
ونضغط لوجاين سنلاحظ أن البرنامج تم بعمل صحيح. الآن إذا أردنا التحويل سيكون هكذا البرنامج. إذا أردنا التحويل إلى أنظمة الأندرويد فنذهب إلى هنا. هاي تمام. طبعا EFT في EFT فلاش فايل وهذا تكون ذات امتداد الـ EFT. يعني لابد أن يكون EFT. ولكي يكون الامتداد EFT لابد أن نعمله على البوكس الـ EFT. فمثلا فإذا أردنا أن نعمل ملف بوت فنذهب هنا ووضع الإصدار هنا ميكروت هنا الفيرجن أندرويد 4.5 تمام هنا 5 و6 و7 و8 تمام. فإذا أردنا عمل وليكن سوفتوير خاص لأي جهاز وليكن غير مدعوم على الإنترنت مثلا تمام مثل عندنا فلاش 500 مثلا 31 او 532 خلينا 31 هيو هكذا. كما نلاحظ ان هو هنا تم اختيار الملف او الروم تمام. ولذلك اذا استطعنا ان نفعل هكذا ايضا من الممكن وضعه هكذا. واذا اردنا مثلا وضع اصدار اخر وليكن C7 بنحط ملف الAB هكذا. وهكذا نقوم ببدء العملية في حالة موصول الجهاز بنسبة 100%. اذا اردنا ايضا عمل الفلاشة من نسخة ايمج من الممكن الاستطاعة اخراج ملف السيستم هكذا. يتم اخراج ملف السيستم لكي نتعلم نفتح لابد ان يكون عندنا ملف الضايب C7 نوجا هيو نفتح ملف الاي بي ملف الضايب ملف الاي بي ملف الضايب فتح ارشيف هكذا وناخذ هكذا. كما نلاحظ سناخذ ملف السيستم الغاء العمليه نعم ناخذ استخراج هكذا. وهكذا تم الفك بالصيغه التي يريدها الاي اف تي. يعني من الممكن فتح الفلاشة والتحكم بكامل محتوياتها. كما سنلاحظ أنه تم الفك سنلاحظ أن المجلد سيتم نسخه الآن بعد اكتمال فك البرنامج من الضغط. والآن بعد الانتهاء من عملية النسخ كما سنلاحظ سيظهر ملف إضافيا إلى تلك الملفات. الآن لقد تم النسخ كما لاحظنا الآن هكذا. عندما نريد فتح ملف السيستم كما لاحظنا أنه بان بنسبة 100% تمام. حاليا الإصدار الموجود عليه اللي هو هنا هكذا تمام. فسنلاحظ اذا الجهاز موصول ان هو سيتم عمل الروت بصورة تلقائية او بصورة الـ EFT. اذا اردنا ايضا عمل الفلاش فيتم هنا وضع كل ملف الـ BL فهو مثله مثل الاوضين الـ AB والـ BL هي خاصة بالبوت لودر وهي منطقة الخاصة بالإقلاع. الاي بي فهي خاصة بالتحديث والروم الواحد او عمل ملف ريكفري معدل او ملف ريكفري عادي او لمعالجة بعض الاشياء.
السي بي هي خاصة بالشبكات وملفات الشبكات سواء وايرلس أو بلوتوث أو راديو. السي اس سي فهو خاص بعملية اللغة واللغات الخاصة داخل السيستم، ثم نضغط فلاش في حالة توصيل الجهاز. أما إذا أردنا الأف أر بي فالإيزي فيرموير تيم كان رائع جدا في تلك العملية، وهنا فصل بعض الأجهزة على حدة كما سنلاحظ. تمام، قوابل الير تو ويز اوت لوس داتا، نقدر ان احنا نفك الاف ار بي ويز اوت لوس داتا دون فقد البيانات، وهنا ويز اوت ايضا لوس داتا دون فقد البيانات، ولكن تتحكم لاصدارات معينه او انماط معينه، فلذلك لابد الاخذ بالاعتبار هذا. وهنا ايضا في وضعية الداونلود مود نقدر نعمل لأجهزة كومبينشان فيرجن 5، يعني اصدار 5، وهذا لعملية فتح الجهاز دون مسح بيانات. اما هنا بمسح البيانات وهي تعني لوس داتا، ونختار نوعية الجهاز ثم نبدأ الفك في وضعية الداونلود مود. اما قائمة الريبير فهنتعامل معها بعملية المعالجات سبيد وكسينوس وكيلوكوم. تمام، فهنبدأ هنا عملية الريبير لبعض الأشياء، وإذا نريد كتابة ملف السيرت، ولكن في تلك العمليات نحتاج إلى الدونجل وليس الكراك. وهنا أيضا ريست الـ EFS وهو الخاص بالشبكات، ايضا نحتاج الى الدونجل في تلك العمليات، لا يدعمها الكراك بصورة طبيعية او صورة مفصلة، الكراك لا يدعمهم وانما نحتاج الى دونجل هكذا. وطبعا لابد قبل البدء باي عملية عمل ريسكان حتى يتم قراءة بيانات الهاتف. وعندنا روبوت تو داونلود مود، يعني الذهاب الى وضعية الداونلود. read info اختصار لكلمة information، قراءة معلومات الهاتف، وسيظهر هنا factory rest وهي ضبط المصنع بالكامل. شكرا لكم، كنتم مع المدرب محمد البرعاوي من فلسطين.